عبارة عن السيستم اللي بيكاري البلد والسيستم اللي بيكاري الليمف، وذلك البلد باسكولار سيستم اللي فيه البلد والليمف باسكولار سيستم اللي بيكاري الليمف. الاتنين مع بعض دولت هم بيعملوا لي الكاردو فاسكولار سيستم. نيجي للبلد باسكولار سيستم اللي بيكارينج بلد، اللي هو الهارت والبلد فيسل اللي طالع منه اللي هي الارتريز، والبلد فيسل اللي داخله منه داخله فيه اللي هي الفينز، وبعدين الكابيلرز. ده هو ده الفاسكولار ارتريز اللي واخده الدم من الهارت توديه للانسجه، وبعدين نروح للكابيلرز تطلع النيوترينت، وبعدين تجيب الدم في الفينز توديه للهارت. هو ده الفاسكولار. فالهارت اول حاجه هندرس الهيستولوجي بتاعه. زي ما انتوا عارفين خدت في المحاضره اللي فاتت ان الهارت از كفرد باي ذا بيريكارديوم، يعني هارت اهو متغطي بالسيروس بيريكارديوم اهو، والاوتر لاير الفايبروس بيريكارديوم اهو، وبعدين ده المصل بتاع الهارت وده الكافيتي بتاع الهارت اللي فيه البلاد. فلو خد سيكشن فيه هيمر السيكشن في البريكارديوم، هيمر السيكشن في المصل، هيمر السيكشن في الكافيتي بتاع الهارت. فهبص الاقي من بره لجوه، هلاقي ادي البريكارديوم اهو اللي هو مين، اللي هو الفيسرال بريكارديوم ده اهو. انتوا مش خدتوا البريكارديوم دلوقتي؟ فايبرس بريكارديوم ده اللي بره، السيروس بريكارديوم ده اللي جوه، السيروس تو لاير البارياتال والفيسرال بقى هي اللي هتاخد في السكشن اهي. ده بيسموه ده الميزو سيليوم، ده عباره عن سكويموس ابيسيل الانر لاير بتاعت السيروس بريكارديوم، وبعدين تحتيها هبص الاقي فيه لاير موجود فيها فات، وموجود فيها برانشز اوف ذا كورونري ارتري، فات سيل كورونري ارتري. الاثنين دول مع بعض بيسموهم الابيكارديوم. دي الاوتر لاير اللي مغطيه الهارت ماسلز، عباره عن ميزوثيليال سيلز اللي هي البريكارديوم، وعباره عن سب ابيكارديال لاير اللي هي كونتيننج الفات سيلز دهيت. والفات ده فيه الكورونري ارتري برانشز موجود في الفات ده، وبعدين تيجي الماسكولار لاير بتاع الهارت، ودي layer of the heart the muscle layer. وكاركترستيك للمسلز اوف ذا هارت نمره واحد، الاقي السيلز بتاعت الهارت برانشنج، لها برانشز، الاقي سيل هنا وسيل هنا، والسيل دي بعت البرانشز للسيل الثانيه. دي كاركترستيك ومش موجوده الا في الكاردياك ماسل. لقيتها في السلايد في البرانشز دي كاردياك ماسل على طول. ثانيا ابص الاقي النيوكلياي بتاعت هذه السيلز، الاقيها سنترال نيوكليوس، يعني الخليه اهي مثلا اهي حدودها اهي، ابص الاقي النيوكليوس بتاعتها سنترال نيوكليوس وفازيكولار نيوكليوس، البقيه التانيين بريفرال نيوكلياي هنا اهو. لما الاقي سنترال نيوكليوس كده اهوت والاقي فيه برانشنج اهو، دي كاردياك ماسل على طول. اللي يزود لي كمان ابص الاقي فيه كروس استريشن للسيلز، الاقي فيه كروس استريشن كده اهو، الاقي السيل بالطريقه ده اهي كروس استريشن. كروس استريشن ايضا كاركترستيك للكاردياك ماسل. مش كده وبس، الاقي ما بين كل كاردياك سيل وكاردياك سيل الاقي في سيبتم هنا اهو، بيسموه انتر
intercalated disk. هذا الانتركليتد ديسك ما بين كل سيل والتانية، وفي open junction، junction مفتوحة عشان توصل الامبلس من هنا من هنا rapidly، في open junctions. دي الكاركترستيك بتاعت الكاردياك ماسل، حتى لو شفتها في سلايد الاقي في برانش دي كاردياك ماسل، النيوكليس سنترال وفيزيكولار كارديك ماسل، الاثنين تانيين بريفرال. الاقي في استريشن، شفتها الاستريشن خلاص انتهى. لازم هلاقي انتركاليتد ديسك، كلام ما بين السيلز فيه سيبتم واضح جدا كده اهو. دي كاركترستيك للهيستولوجي اوف ذا كارديك ماسل، وبتيجي في امتحان العملي. بتيجي. تمام. ده كله المنطقه دهيت. دي المنطقة بيسموها الميوكارديوم. يبقى أول لاير اللي هي الإبيكارديوم، وده عن ميزوسيليال سيلز، وعبارة عن السب إبيكارديال لاير ديت اللي فيها الإيه؟ كوروناري أرتر والفات، تحتها الإيه؟ وده عبارة عن الكاردياك ماسل وكاركترستيك للكاردياك ماسل دي. جوه الكاردياك ماسل دهيت ما بينها ببص الاقي في لونجيتيودنال بانز اوف جروب اوف سيلز. هذه الجروب اوف سيلز لار وبيلر سيل، بيلر عن الباقي، الاقي دي غامقه لكن دي فاتحه ولارج سيل، وهذه السيلز مليانه جلايكوجين وميتوكوندريا. دي البركنجي فايبرز والبركنجي سيلز اللي هي جزء من الكوندكتنج سيستم زي ما خدته. تختلف عن الميوكارديوم انها نمراح بيلر، شكلها شاحب عن التانية. السيلز بتاعتها لارجر سيل، ولو في ميكروسكوب دقيق الاقي فيه ميتوكوندريا كتيرة جدا، ولا في جلايكوجين كتير جدا. ليه؟ لان هذه السيلز بتكوندكت الامبلس بتاعت الهارت، وتكوندكت ات ا فاست ليفل، فعشان كده عايزه طاقه كبيره، فعشان كده فيها ميتوكوندريا وجلايكوجين عشان تعمل اي تي بي، ادينوزين ترايفوسفيت كانرجي عشان تنقل الامبلس بسرعه ثرو الكاردياك ماسل. ده الميوكارديوم. اخر لير اللي هي اللير اللي جوه ده اهي، اللي بعدها الكافيتي على طول، الاندوكارديوم. والاندوكارديوم عباره عن لير اوف اندوثيليال سيلز، اندوثيليال سيلز ادي لير. تحت الاندوثيليال سيلز دهيت سب اندوثيليال لير، فيها كونكتيف تيشو، كولاجين فايبر، الاستيك فايبر، كونكتيف تيشو. وبعدين في لير تانية سب اندوكارديال لير، دي فيها البركنجي فايبرز وفيها بلاد فيسلز. والتلاتة مع بعض هم بيسموها الاندوكارديوم. هنا هو ده ابيثيليال سيل، هنا هو سب ابيثيليال لاير، هنا هو سب اندوكارديال لاير. كل ده كله يعني ايه؟ انتوا عارفين الاسئله بتيجي ابلايد، يعني حالات، فيعني الحاجه اللي هي الريتد الابلايد هي اللي اهتم بيها اكتر من اللازم. ده الهيستولوجي بتاع الكاردياك ماسل. انتوا عارفين الكاردياك ماسل سبلايد باي ذا كورونري ارتريس، ولو حصل ديكريز للبلاد في الكورونري ارت يحصل اسكيميا، اسكيميا للميوكارديال، ويديني وات از كولد مين انجينا او ميوكارديال انفاركشن. انجينا اللي هي الذبحه الصدريه، ميوكارديال انفاركشن اللي هي جلطه في القلب. ده نتيجه ديكريز للبلاد سبلاي of the heart
decrease للكورونري artery او قافله للكورونري artery تديني الانجينا والميوكارديال انفاركشن. ده بالنسبه لي الهارت، ده الهيستولوجي بتاع الهارت. فاضل البلاد فيسلز، والبلاد فيسلز عندي نوعين، ثلاث انواع، يا اما ارتريز يا اما فينز يا اما كابيلاريز. انتوا خدتوا البريكارديال افيوجن الحصه اللي فاتت صح؟ البريكارديال افيوجن اللي هو ميه بتبقى موجود في البريكارديال كاب، اللي بيفرز الماده دي الميزوسيليوم اللي في الابيكارديا اول لير خالص، لان هي دي معرضه للكافيتي بتاع البريكارديا، فاللير بتاع الميزوسيليوم هي المسؤوله عن افراز البريكارديال فلويد في الايه البريكارديال افيوجن. نيجي للبلاد فيسلز كاستيم عام او كاسكيم عام لاي بلاد فيسل. نمره واحد هبص الاقي اندوثيليال لاير، ده من ده اليومن اهو بتاع البلاد فيسل، وادي مقطع في البلاد فيسل، وده الاوتر سيرفيس بتاع البلاد فيسل، وده مقطع يعني كده اهو بالظبط، ادي بلاد فيسل اهو وعملت المقطع كده اهو، ده من جوه لبره. من جوه هلاقي الاندوثيليال لاير، وبعدين تحت الاندوثيليال لاير دهيت بلاقي فيه كونكتيف تيشو لاير، كونكتيف تيشو لاير، وبعدين بلاقي فيه الاستيك لامينا، الاستيك لامينا فينستريتد متقطعه مش كونتينيوس. هذه الالاستيك لامينا دهيت عباره عن الاستيك تيشو، الاستيك تيشو يعني تيشو مطاط. هذه اللير ده هي بيسموها الانترنال الاستيك لامينا، التلاتة دول مع بعض بيسموا تيونيكا انتما. ادي اول لير من جوه. الاندوثيليال سيلز، انتوا معايا؟ اندوثيليال سيلز دي اللي مغطي ده الكافيتي، هو كل ده كله اندوثيليال سيلز، وتحتها كونكتيف تيشو لاير، وتحتها الانترنال الاستيك لامينا، وده عباره عن الاستيك تيشو، هذا الاستيك تيشو مطاط، والثلاثه مع بعض بيعملوا لاير اسمها تيونيكا انتما. اللي وراها على طول طبقه ماسل بيسموها تيونيكا ميديا، وهذه عباره عن سموث ماسل فايبرز، وانتوا عارفين انتوا خدتوا السموث ماسل فايبرز، هذه السموث ماسل فايبرز وفيها كولاجين فايبرز، ممكن الاقي الاستيك فايبرز حسب الارتري او الفين، وممكن الاقي كولاجين فايبر، لكن اسينشالي سموث ماسل فايبرز زائد الالاستيك فايبرز اور كولاجين فايبرز اور فايبروبلاست اكوردنج الايه according the vessel اللي انا بشرحه. انتوا خدتوا ال خدتوا السموث ماسل؟ مش خدتوها في الجنرال باين؟ في الماسل خدتوهاش؟ طيب بس الكاردياك ماسل المفروض تاخدوها النهارده والكاركترستيك بتاعتها. السموث ماسل دي ماسل فايبرز ما فيش
كونكشن ما بين بعض زي التاني ده. النيوكلياي كلها بريفرال موجوده، مفيش استريشن، مفيش انتركليتد ديسكس، عباره عن سيلز وسيبريتد من بعضها. ده السموث ماسل فايبر. اخر طبقه بيسموها التيونيكا ادفنتيشيا، لكن الطبقه ده هي اللي هي التونيكا ميديا في اخرها في اكسترنال الاستيك لامينا، ودي كونتينيوس لامينا من الاستيك تيشو، دي بيسموها الاكسترنال الاستيك لامينا، دي موجوده في التونيكا ميديا. اخر واحده اللي هي التونيكا ادفنتيشيا، وده عباره عن كونكتيف تيشو. تونيكا ادفنتيشيا ده عباره عن كونكتيف تيشو موجود فيها وفايبرز وخلاص. دي التيبيكال لاير بتاع اي بلاد فيسل. اي بلاد فيسل بلاقي فيه تونيكا انتما وفيها انتنا لاستيك لامينا، تونيكا ميديا فالاكسترنال الاستيك لامينا دي فينستريتد مخرمه فينستريتد، لكن دي كونتينيوس. وبعدين الكونكتيف تيشو اللي هي اللي من بره اللي بيسموها الايه التيونيكا ادفنتيشيا. طيب نيجي لكل بلاد فيسل بقى ايه على حده، نفس الستيم هنخليه زي ما هو. بالنسبه للارترس، الارترس ديت هي البلاد فيسلز اللي كارينج بلاد من الهارت وهتوديه للتيشوس. والارترس اول ما بتبدا كبيره زي الاورطة والبريكوسيفاليك ارت زي ما هتاخده، ارترس ضخمه جدا. فهذه الضخمه الارترس ضخمه زي الابدومنا الاورطة، هبص الاقي كالتالي التيونيكا انت ما زي ما هي، الميديا ده هي اللي مليانه فينستريتد الاستيك فايبرز لايرز، فينستريتد الاستيك فايبرز لاير، وليه معاها ايه سموث ماسلز، لكن في الاستيك لاير ضخمه كاركترستيك ليها نمره واحد اللي موجود الاستيك لاير او فينستريتد الاستيك لايرز، دي كاركترستيك لللارج ارترس زي الابدومن زي الاورطه او البيج فيس طلع منه بريكوسيفاليك ارتري والكروناري اللي اسمه البريك السب كليفيان ارتري، وعندي الايه الكومن كاروتيد ارترس الضخمه دي بيسموها الاستيك ارترز. ليه؟ لان الميديا بتاعتها موجود فيها الاستيك تيشو، موجود فيها لايرز اوف فينستريتد الاستيك تيشو. طب ايه اهميتها يعني؟ مش معنى يعني الاورطه يعني اللي بيمتاز بهذا الالاستيك تيشو الضخم جدا، مش موجود في اي ارتري ولا فين تاني من الارتز الصغيره او الميديم دي، مش موجوده في اللارج ارتز بس اللي هو الالاستيك ارتز ده لارج زي البريك الاورطه وبرانشز بتاعته البريكوسيفاليك ارتري وبعد الساب كليفيان والانتينال كاروتيد دي الضخمه جدا. ليه؟ الهارت ديورنج بامبنج بلاد الرايد الليفت فينتريكل بيبامب بلاد يجي ماشي في مين؟ في الاورطه. كويس؟ ده ديورنج السيستول. عارفين سيستول؟ سيستول يعني انقباض الليفت فينتريكل والرايت فينتريكل. انقباض ده السيستول. الليفت فينتريكل والرايت فينتريكل انقبضوا فدفعوا الدم في الاورطه. والبالمونري ترانك، برضه البالمونري ترانك من ضمن الايه؟ البيج فيسلز واللاستيك فيسلز. طيب بعد ما دفع الدم خلاص الفينتريكل هيريلاكس. ده ستول. يجي الصمام، انتوا مش متخيلينها، ادي الفينتريكل اهو وادي مثلا الاتشيوم اهو وفي صمام ما بينهم
والاورطه طالع من الليفت فينتريكل كده اهو. لما الليفت ايد الليفت فينتريكل يبامب بلاد هيجي ماشي في الليفت فينتريكل. طيب ده ديورينج السيستول. طب ديورينج الداستول الفينتريكل مش بيكونتراكت، ده بيريلاكس، فالدم هيرجع تاني. في صمام هنا اهوت اسمه الاورتيك، ده بيتقفل يمنع الدم انه يرجع تاني. طب انا عايز الدم ده انا عايز اوديه لبقيه الاجسام، بقيه الجسم كله. اول ما بينقبض الليفت فينتريكل بيتمدد مين؟ الاورطة، لان فيه لاستيك تيشو بيتمدد. اول ما الصمام ده يقفل خلاص يجي ايه الايه الوول بتاع الاورطة راجع تاني يبامب بلاد ايه بريفرالي. فعشان كده تو مينتين البلاد فلو، والا خلاص ليفت فينتريكل كونتاكت فالدم يجي ماشي ويوصل لاقوى نقطه بالسرعه بتاعته خلاص، يمكن ما يوصلش الرجلي. انما الاورطه ديورينج كونتراكشن بيديستند بالبلاد. ليه؟ لانه في لاستيك تيشو. وبعدين لما يقف ديورينج الداستول يجي الوول بتاعه راجع تاني مكانه، زي ما بتشد استيك وتسيبه هيرجع مكانه. او بالظبط ده شاد ديورينج الداستول هيرجع مكان بامب بلاد ايه بريفرالي بقى يوديه بقى لبقيه اجزاء الجسم. عشان كده ده كاركترستيك الاورطه تو مينتين البلاد فلو ديورينج الداستول بتاع الهارت. ولا انتوا فاهمين حاجه؟ الحمد لله انكم مش فاهمين لغايه دلوقتي، دي احسن نقطه وصلت لها، لان انا جاي عشان ما فاهمكمش اصلا، ده الهدف الاساسي الاوبجكتيف ان هم دول ما يفهموش. فالحمد لله انا انتصرت انكم مش فاهمين حاجه، ولا اورطه ولا الاستيك تيشو ولا الاستيك ريكويل ولا الاستيك ارتريز ولا في الاستيك كتير في التيونيكا ميديا. ده الالاستيك ارتريز. في ارتريز ثانيه اللي هي اصغر شويه بيسموها الماسكولار ارتريز، زي اللي ماشي في الفور ارم الراديال والالنر البريكال ارتري الاكزيلري ارتري واللي هو الفيمورال ارتري اللي هي البرانشات الميديم. هذه بيسموها ماسكولار ارتري لان التونيكا ميديا ده هي كلها ماسل فايبرز بس. يبقى اندوثيليوم موجود لكن الايه الالاستيك تيشو ده مش موجود في الميديا خالص نهائي، عباره عن ماسل فايبرز بقى سموث ماسل فايبرز باندلز اوف سموث ماسل فايبرز. ممكن الاقي معاها فايبروبلاست، ممكن فيري فيو الاستيك فايبرز، فيري فيو كولاجين فايبر، لكن مينلي سموث ماسل فايبر. عشان كده بيسموه ماسكولار لانه كله ماسل، والادفنتيشيا زي ما هي. ده الماسكولار ارت او الميديوم سايزد ارت الماسكولار ارتس. كل ما قل الارت صغر في الحجم ابص الاقي الالاستيك تيشو كله راح خالص نهائي، الماسل لير بقت مور بروميننت اكتر بقى ماسكولار لغايه ما اوصل للبرونكيول. في البرونكيول ده هيت ابص الاقي في انت ما اهي اندوثيليال سيلز اهي، بس مفيش ده الماسل لير دهيت. ابص الاقي الماسل لير دهيت فيري فيو ومور بروبننت، مفيش ادفنتيشيا في البرونكيو في البرونكيول مين الارتريول. البرونكيول قال وانتوا محدش منكم دليل انكم نايمين، برونكيول دي مش في اللنج، ايش جابها هنا؟ ارتريول، ارتريول ده سمول ستار بعديه الكابيلاريز على طول. كاركترستيك البرونكيول ده نو ادفنتيشيا، ما فيهاش ادفنتيشيا. قال لا الماسل لاير لوحدها اهي، ادي الماسل لاير اهي وادي الانتما اهي والماسل لاير اهي، ما فيش غير كده.
لا ادفنتيشيا ولا لاستكسيشيا ولا حاجه. ده البرونكيول ده سمولست ارتر، بيسموها الارتريول، بعديه الكابيلز على طول. ولذلك هذا المصل ديت اكسبوز لبره واكسبوز لجوه، عليها ريسبتورز الفا ريسبتورز. ولذلك لما بيحصل شوك، لما بيحصل شوك، تعرفين شوك يعني ايه؟ يعني مثلا عيان بينزف فكمية دم نزل كتير جدا، فكمية الكارديك بتاعت هارت قلت خالص، البلد بيشر قل والبلس عالي جدا، دي استيت اوف شوك. الاقي العيان اللي عنده شوك يعني سيفير ديكريز ارتيريال بلد بريشر، سيفير انكريز بالس ريت ديو تو لوس اوف فلويد ايزر بلاد اور فلويد، ابص الاقي هذا العيان كاركترستيك ليه انه بيل وسويتنج، الاقي شاحب اللون بيل ومليان عرق، مليان عرق. سبب البيل ايه؟ النتيجة ديكريز بلاد بريشر، النور ادرينالين والادرينالين في البلاد بيزيد، فلما بيزيد بيجرح الالفا ريسبتورز دهيت وعاملها كونتراكشن، فبص تلاقي السكن بلاد فيسلز يحصل فازو كونستريكشن لها، ولما يحصل فازو كده ابص الاقي ايديه شاحبه اللون بيضة وشه ابيض، ده نتيجه الاكشن على الارتريول نفسها، ان النور ادرينالين اور ادرينالين ديورينج شوك It stimulate the alpha receptor present على المسل layer of the arteriole. فيعمل لي فازوكونستريكشن البيل كولر بتاع العيان. انما السويتنج برضو عشان انكريس سمباثيتك اكتيفيتي فبيزود السويت جلاند، فبتعمل الايه؟ السويتنج كاركترستيك للشوك ايضا. العيان غرقان في ميته وشاحب اللون. طيب ده بالنسبة للأرتريول والأرتريز. بالنسبة للفينز، أنا عندي فيه لارج فينز، فيه ميديم سايز فين، وفيه سمول فينز. كاركترستيك للفين، لو شفت أرتر وفين ألاقي الأرتر نمرة واحد ليه تون واليومن بتاعه اوبند والوول بتاعه سيك. لو شفت الفين ابص الاقي الفين سين وول وكولابسد، وتمسكوا كده كولابسد. شفتوا انتوا الفين والارتريس على الجثه؟ ارتريس بص الاقيه تخين والوول بتاعه تخين ومفتوح، اليوم المفتوح دايرين داي، لكن الفين اللي جنبه الوول بتاعه فيري سين سين، والمصل اللي جواه قليله جدا، فعشان كده كولابسد. كولابسد يعني قافل على بعضه، مش منفوخ زي الارترس. ليه بقى؟ لان الفينز البيج فينز